معاكي بقى يا زينب، الفكره جات لك منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مبسوطه انا مع حضرتك جدا النهارده مع الاستاذه ومع الكرو الجميل ده. عايزه اقول بدات الفكره معايا منين. انا دي دراستي اساسا من البدايه، يعني تقريبا هخلص 9 سنين في دراسه في علم النفس، فده تخصصي اللي سيكولوجية الرجل والمرأة، دايما يعني تلاقيني بقرأ فيهم واكلين دماغي زي ما بيقال. فبدأت معايا الموضوع وانا بعد ما صليت الفجر قاعدة كده مسهرانة مثلا من الساعة 5 لغاية الساعة 8 الصبح، قاعدة بفكر بقول انا عايز اعمل حاجة تكون اكثر تطبيقا في الحياة الأسرية، مش بس شعارات ومش بس كلام. مظبوط. فقلت طب يعني احنا مجتمع ذكوري ودي حقيقة واقعة وكلنا لمسينها، عايزة اعمل حاجة تساعد الست. ففكرت ان انا اعمل شيء ما تدرب الزوج على اللي هي عايزاه، ومن هنا جات لي فكره ترويض زوج. طبعا انا عايزه ثانيه واحده، طب ما هرد طيب. والله هشرح بعد اذنك. يعني اوكي، احنا هنا جمعيه المراه المتوحشه، كملي. اطلاقا انا مش بتحيز للمراه بدرجه 100% ومش بشيطن الراجل بدرجه 100% اطلاقا، وبقولها على الهوا، في ستات مفتريه كتير وفي رجاله طيبه ومحترمه، وده اللي انا شفته. ان انا كنت فاكره ان كل الستات هتبقى معايا، اتضح ان في ست مش حاسه بالست اللي تعبانه اللي زيها، يعني في ستات. لا، هما ستات على فكره اللي بيضايقوا ستات، الله يفتح عليكي. لقيت رجاله كتير قالوا لي احنا معاكي. هم عندهم تثقيف بمعنى كلمه ترويض يا استاذه حنان. كلمه ترويض في اللغه العربيه تحديدا في معجم المعاني الجامع تعني تدرب الرجل او تمرن، يعني من الاخر ما فيهاش اي شتيمه. ما هي ما فيهاش شتيمه، بس هما بيعتبروها يمكن بس استعاره مكنيه جايه من ترويض الحيوانات جايز او حاجه، فيعني بياخدوها بمحمل مش لطيف. يعني هقول لحضرتك على حاجه، كلمه بوك في اللغه الانجليزيه مش بتيجي ناون بمعنى كتاب، بتيجي فيرب بمعنى يحجز. انا يعني انا دلوقتي لو ما عنديش معلومه بثقافه الكلمه هاخد شق واحد منها، اقول انا مش عارفه لو جت فيرب بمعنى يحجز مش هبقى عارفه. فده اللي انا تطرقت اليه، يعني انا اخدت مصطلح اللغه العربيه بس مش اكتر، وعملت تعديل مش اعتذار عن الاسم، يعني تعديل لتدريب زوج، اخترت الزوج بشكل خاص قوي. تمام. بس انا السؤال اللي كنت هساله لك، ان انت بتتكلمي دلوقتي في انه احنا كده سلمنا بان المجتمع ذكوري. احنا مش هنحاول نغير المجتمع، احنا هنتعامل مع عيب المجتمع ده، صح؟ هو حضرتك احنا مش عايزين نقول ان احنا مجتمع ذكوري او لا، ده واقع واحنا عايشينه. ما انا فاهمه، هو مجتمع ذكوري احنا مسلمين بالقاعده دي وعارفينها، وده حقيقه واقعيه بنعيشها كل يوم من كبير لصغير. تمام. بس المفروض ان احنا نساهم في تغيير. ما هو ده اللي انا عملته. لا، انت بتتعاملي، انت مش بتغيريه، انت بتتعاملي مع الواقع انك تحسنيه وتخلي الست تتقبله اكتر. ما هو وأحسن. تعديل السلوك اول خطوه في تغيير السلوك. انت لما بتبقي عايزه تاخدي ماجستير دكتوراه بتبداي بألف ب، فاول خطوه انا عملتها اللي هي ايه؟ اعرف مفاتيح مراتك وسعدها زي ما هي بتسعدك. وكلمه الطلاق يعني احدى اهداف الحمله هو الحد من الطلاق. طبعا الطلاق ربنا سبحانه وتعالى حلله، ولكن في الاول وفي الاخر هو ابغض. يعني لو انت عندك طفلين او عندك شابين او مراهقين، واحد جايب 51% وواحد جايب 100%، الاثنين ناجحين، هل ده زي ده؟ لا. فالحلال عند ربنا، ربنا بالبلدي كده يعني اكيد مش بيحب خراب البيوت. فهو ده اللي انا تطرقت اليه، ان زي ما في ست تقول لك وماله واحد يروح يجي مليون غيره، في ست ثانيه تقول لك لا انا تعبت في بيتي وجوزي اخترته وحبيته وولادي بحبهم وبيتي بحبه، فمش من السهل ان انا اتطلق. طب تعملي ايه؟ تستحملي وتسكتي على الاهانه؟ برضو لا. تعملي ايه بقى؟ في رجاله فعلا دخلوا لي على الخاص على صفحه الحمله، انا حقيقي عايز اسعد مراتي بس مش عارف ازاي، مش عارف اوصل لدماغها. والحمد لله ساهمت في ان شاب كان كاتب كتابه على وشك انه طلقها وما طلقهاش بسبب ان احنا اتكلمنا مع بعض، بيقول لي انا مش عارف اوصل لدماغها، انا متدين جدا وهي مثلا متحرره بعد الشيء، هو ده غلط؟ قلت له مش غلط، وقعدنا نتكلم مع بعض في سيكولوجيته وسيكولوجيتها. قال الحمد لله انا فعلا ما كنتش واصل للنقطه دي او للمفتاح ده. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. انا مش بقول ان الراجل وحش، في رجاله كتير محترمه وفي ست الى حد ما برضو تحس ان هم زي ما بقول لك قرشانات، يعني بالمعنى البلدي كده. طبعا. فانا طيب احنا انا بتكلم بموضوعيه يا استاذه حنان، يعني انا بتحيز للطفل. الحمله دي كلها اتعملت عشان الزيجه ما تبقاش هشه. مش كل بني ادم، مش كل واحده جوزها كحف وش هتقول له هتطلق، او راجل عمل طبخه لمراته مش عاجباه يقول لها هطلقك. لا 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 لا. تعالي لي بقى يا مروه قولي لي، علشان بعد كده معانا التليفونات اشتغلت اهي والناس سخنت على الكلمتين بتوع